في يوم أحد صانعي الأحذية أو إسكافي أو جزماتي حسب ما حضراتكم بتسموه كان ماشي في الشارع، فلفت نظره معرض رسومات في الطريق. رسام قاعد في مكان صغير ماسك ريشة وبيرسم وعارض لوحاته على الرصيف، فالإسكافي وقف يتفرج على اللوحات قبل ما يلفت نظره لوحة مرسوم فيها شخص، لكن بحكم مهنته عينه جات على رجليه، فحس إن الرجل أو الحذاء اللي في رجله مش متناسب مع حجم الشخص، أصغر أو أكبر يعني. فقال بصوت مسموع: لوحة جميلة بس لو الحذاء يكبر شوية. سمع الرسام التعليق الراجل، وبعد ما خلص اللي في إيده راح بص على اللوحة ولقى وجاهة في كلام الراجل، فعدل الرسمة وحطها في مكانها. بعد كام يوم عدى صاحبنا الإسكافي ولفت نظره التعديل اللي تم على رجل الراجل أو الحذاء، قال آه كده كويس، وبعدين بص اللوحة تانية وقال: بس الألوان في الصورة دي باهتة شوية، ولوحة تالتة: بس عيون القطة دي مش مظبوطة. والرسام اللي قاعد بيسمع التعليقات خرج من مكانه وبص للراجل وقال جملة عجيبة جدا، قال له: لا ينبغي للإسكافي أن يعلو بنقده أكثر من الحذاء. العبارة مش عنصرية ولا حاجة، بالعكس دي عبارة مهمة جدا وعميقة جدا وفي الجون. النقد مرتبط في أذهان الناس بالهجوم أو السب أو الهدم، بينما النقد في حياة الناس هو جزء مهم جدا من تطورهم وتصحيح مسارهم ولفت أنظارهم للأفضل والأحسن، ده المفروض طبعا. لكن اللي حصل في مجتمعات عاطفية زي مجتمعاتنا بتخاف من التفكير والطرح الموضوعي وشايفة إن رموزها فوق النقد والمحاسبة وأفكارها ومعتقداتها فوق التحليل والنقاش وآرائها معصومة، ومحاكمة النوايا والتوجس عندهم هواية، خدوا النقد بره دايرة السلوك وقيمة عليا، خلوه حاجة وحشة، بينتقد فلان يبقى بيهاجمه. فجوم الناس العاقلة وقالوا لنا لأ، النقد ليه شروط، وحطوا شوية شروط للنقد، زي ان انت تمدح مميزات الشخص المنقود الاول، يعني قبل ما تقول حاجة الوحشة تقول حاجة الحلوة، وان النصح يكون بشكل غير مباشر، والنصيحة تكون بالغة الادب، وانك تقدم للشخص المنصوح بدائل. والحقيقة برضو ان دي مش شروط للنقد، دي ممكن نسميها آداب مستحسنة، وارد لا تتوفر بعضها ويصبح النقد واجب. يعني لو حد مثلا سمعني دلوقتي بقول حاجة غلط مش لازم يدرسني ويقول حسناتي عشان يقول لي ولكن، أو يقول لي بدايل، مش شرط. السؤال بقى إيه هو النقد؟ يعني لو قلنا إنه النقد ده حاجة كويسة وإن اللي احنا بنقول عليها شروط دي ما هي شروط، إيه بقى هو النقد؟ وازاي نتعامل بيه وازاي نتعامل معاه، وهل ليه شروط بقى ولا متسابة كده؟ النقد ببساطة هو توجيه لشخص ولفت نظره إلى عوج أو خلل يراه الناقد في المنقود، الهدف منه تصحيح المسار. شايفين كلمة الهدف منه دي؟ هي دي بقى الموضوع كله. لو الهدف هدف نقدك كان الانتصار للنفس أو الادعاء أو انعكاس لمرض نفسي زي الغيرة أو الحقد أو الاستفزاز، في ناس بتستفز أصلا من النجاح أو الشهرة أو الغنى، فيقينا هيتم تطبيقها بأسلوب يحقق هدف صاحبه. هو بيستخبى ورا فكرة النصح والنقد والغيرة على الحق والغيرة على الفضيلة، بس من جواه هو ناقم وهدفه إن المنقود يتوجع ويتأذي مش يتطور ويكون أفضل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وأهل الفقه علمونا إن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. فأنا دلوقتي عاوز أنصح فلان لله، مش عشان أكسره ولا عشان يقولوا إني بقصف جبهة وشاطر ولا عشان أي هدف غير الله. لو الله
هو اللي في دماغي هلاقيني من نفسي بدور على أفضل طريق أو أفضل أسلوب ووقت أوصل بيه نصيحتي أو نقدي. ولو لقيت إن نقدي اللي هو صح وواجب ومن الدين هيحقق ضرر أكبر أتوقف عنه، ويتحول عدم النقد لشرط من شروط النقد في الحالة دي. يعني لو تحولت النصيحة لجدال، قاعدين بنتجادل، خلاص النصيحة تاهت في وسط الجدال، وبقى في انتصار للنفس وبقى في إثارة الفتنة، يبقى التوقف أولى من أصول النقد وشروطه أن يكون لله والحقيقة، وألا يتخطى الظاهر من القول والعمل إلى الباطن. بل يجب إحسان الظن حتى اللحظة الأخيرة، واستخدام الأعذار متى وجدنا إليها سبيلا، وحمل الكلام على أحسنه أو التبين. يعني لو سمعت حاجة تحتمل التأويل، يا إما تأولها في الخير يا إما تستفسر من القائل وتتبين يقين قوله قبل إنك تنقده. من أصول النقد عدم ربط النقد بشرط القبول والتشنيع على المنقود لو استمسك برأيه. يعني مثلا أنا بكلم حضرتك دلوقتي، أنا مؤمن جدا بكلامي، مؤمن برأيي بدليل إني بقولهولك. لو حضرتك شايف حاجة غلط في كلامي وقلتلي إنه غلط وذكرت سبب مثلا، أنا من حقي ما اقتنعش، أنا من حقي أقولك أنا مستمسك برأيي. فما ينفعش وقتها تتهمني بالتعصب والغرور والانغلاق وحب النفس، حضرتك قلت ما تعتقد إنه صح ودورك انتهى. الدين النصيحة مش إجبار الناس على قبول النصيحة، الدين مش إجبار الناس على قبول النصيحة. ومن أصول النقد الإنصاف، ما ينفعش لو حاجة أزعجتنا من فلان أو ضايقنا رأي أو فاجئنا منه موقف إننا نطلعه إبليس الأبلسة والشيطان وكان مداري طول الفترة دي، وإننا اتخدعنا ولازم نكشفه، كلنا لينا وعلينا. والتطفيف في الموازين عار، وربك توعد المطففين بالويل. فالإنصاف أصل مهم في النقد. صدقني لو نقدك ونصيحتك لله بجد، مش هتحتاج أكرر عليك كلام كتير، هتركز من نفسك إنك تختار الطريقة والشكل، وهتعتذر لو التاني فهم غلط، وتحاول ما تخسرش قلبه وانت بتكسب عقله. ما هي لله بقى. فاكرين صاحبنا الإسكافي لما بص للحذاء حس إن تعليقه من أجل الحقيقة والجمال فقالوا فتم قبوله بحكم عينه الخبيرة يعني، لكن لما اتقلب لما نصح من أجل النفس الرجل قال له لا أقف. لا ينبغي للإسكافي أن ينقد أعلى من الحذاء. النقد والنصيحة فرض واجب علينا تجاه شركاء الحياة، واجب نقول، واجب نتقبله مهما كان طعمه مر وبيوجع. عادي، ما الدواء مر والحقنة بتخوف، بس فيها الشفاء بعد أمر ربك. لكن النقد لله، والله طيب، والطيب لا يحب إلا الطيب.